السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على ماكسي سكوتر هوندا اداف 750، يعني اللي خرجت اول فيرسيون تاعها في 2015، وخرجوا 4 على فيرسيون 2015 2017 و2018. بالنسبة للسرعة اللي كتوصل 200 كيلومتر في الساعة، بالنسبة أخوتي الوزن تاعها اللي كيوصل 238 كيلوغرام، وبالنسبة للخزان تاع ليسانس 13.1 لتر، وبالنسبة للكونسوماسيون 3.6، وبالنسبة أخوتي خرجت بربعة على لي كولور، وغادي نشوفو دابا لي كولور اللي كاينين. ونتمنى انكم يعجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم تدخلوا الانستغرام باش تشوفوا كل جديد كنلوحو. حمزة بيكا.